أهلا وسهلا بيكم معانا من جديد في برنامجكم هو المجتمع. هو المجتمع اتكلم من شوية زميلي عمر عن دور المرأة في المجتمع. طيب فين جمال المرأة بقى؟ احنا النهاردة عايزين نتكلم عن جمال المرأة. طبعا الجمال بيبقى داخلي وخارجي، عايزين نهتم ازاي نظهر حلوين. كل واحدة فينا بتحلم ان هي تكون حلوة، وعشان كده النهاردة معايا فقرة جامدة جدا ومعايا خبيرة التجميل اللي هرحب بيها قوي الأستاذة أحلام. أهلا بيكي. أهلا وسهلا سمر، نورك حبيبتي. أحلام من الناس اللي بدأت وهي صغيرة جدا وحبت المجال قوي وبقت خبيرة فيه جدا، وأحلام بالمناسبة هي اللي عاملة لي الميك اب النهاردة. أنا برحب كمان بالموديل الجميلة جدا إيمي. أهلا بيكي يا إيمي. النهاردة زي ما احنا عارفين احنا خلاص كام يوم وهيجي راس السنة، كل الناس عايزة تخرج في الكريسماس، عايزة تتفسح، ولو احنا بقى مش من اللي بيخرجوا احنا هنقعد في البيت. طب نعمل ايه؟ لازم نظهر بلوك جديد، ده حاجة حلوة نفسيا نستقبل سنة جديدة بشكل جديد وحلو. عشان كده احلام النهاردة هتعمل لنا لوك جامد جدا لراس السنة، وفي الكريسماس هيكون معانا. هنشوف النهاردة ايه احلام ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله انا هعمل لإيمان ميك اب هيعجبكم جدا ان شاء الله. بمناسبة لراس السنة حاجة جديدة، يعني هيبقى بالنسبة لرأس السنة. تمام. فان شاء الله انت هتشوفيه مع ايمان. اوكي. وانا هعمله لها دلوقتي. بداية يا احلام انت خبرة 17 سنة في المجال. خبرة يعني 17 بدأتي سنة. صغيرة قوي. انا دخلت المجال ده وانا عندي 17 سنة لحد الان، خبرة فيه والحمد أنا لله. انا مبسوطة باللي يعني انا شفته بصراحة، وانبهرت بكمية العرايس الجميلة جدا اللي بتطلع من عندك، سمعت جدا جدا، فبصراحة ممتازة يعني. ربنا يخليك. ربنا يوفقك. طب نبدأ بقى. نبدأ نشوف. ابدأ مع ايمان. بص احنا معانا صور يا احلام. تمام. للعرايس الجمال اللي انت عملت لهم الميك اب. العروسة بتاخد في ايدك قد ايه مثلا تعملي لها ميك اب؟ انا العروسة بتاخد في ايدي نص ساعة. ممتاز. معقول؟ على طول نص ساعة. بس يعني عشان بقيتي خبرة، عشان انا بقالي كتير جدا في المجال ده فبشتغل، وعندي يعني الحمد لله ربنا بيكرمني بكمية عرايس كتير جدا، فبخلص على طول. ان كلهم ممكن تيجي لي عروسه تيجي تقول لي انا عايزه اخرج، يعني ممكن ثلاثه يخرجوا في ميعاد واحد ما شاء الله، فبتلاقيني بخلص على طول. لازم تبقي سريعه جدا. بالظبط. طب كده. ايه الصعوبه، يعني صعوبه الوقت، وايه الصعوبه تاني اللي ممكن تواجهيها مع العرايس؟ ممكن الصعوبه تلاقي تسع. انا مره جيت لك البيوتي سنتر الله اكبر، يعني 9 عرايس 10 عرايس. طب الحمد لله. لا بخلصهم على طول، بيبقى في وقت معين اللي انا بخلص فيه العروسه، ببقى عارفه المواعيد. تمام. بمسك الميعاد الاولاني فبخلص العروسه على طول. ماشيه بنظام جدا. بالظبط. كل واحده تيجي في ميعادها، كل واحده في وتخلص ميعادها. بالظبط كده. ممتاز. وانا سمعت كمان ان احلام عملت مبادره حلوه جدا من فتره كده، ان هي كانت بتعلم كل البنات ميك اب محترف، او ان هي تستفيد بيه تشتغل بيه تعمل لنفسها في البيت فتوفر عن نفسها. المبادره دي كانت مجانيه، يعني انت ازاي عملتي كده؟ فعلا احنا السنه اللي فاتت عملنا مبادره، المبادره دي مبادره خير، بس طبعا عشان خاطر اللي حصل في البلد موضوع كورونا فهي وقفناها. بس المبادره دي ان شاء الله انا ناوي اعملها، اللي انا هعملها اللي انا اعلم بنات كتير واعلم ستات كتير، ستات بيوت. جميل جدا. وكل دوت برده ان شاء الله من غير مقابل، ناوي اعمله ان شاء الله من غير اي مقابل. تمام. طب احنا عايزين نبدا ونتكلم بقى، واحنا بنبدا الميك اب بتاعنا الجميل بتاع راس السنه ان شاء الله. اتفضلي. ازيك يا ايمي؟ عامله ايه ايمي؟ ان شاء الله. اوكي. ايمي بالمناسبه ايمي هتبقى اعلاميه المستقبل ان شاء الله، هي ان شاء الله، فمتنبأ لك خير ان شاء الله. هنشوف بقى احلام هتعمل لنا ايه وتشرح لنا ايه. هنعمل لايمان. انت عامله الاساس قبل ما تيجي احلام؟ انا عامله الاساس بس هظبط حاجات، عامله الحواجب، عامله الاساس بتاع الوش، هحط الكونتور والفاونديشن وكله، وحاطه الرموش. وحطيتي كمان الرموش. تمام. احنا هنجمل العين بس. اي احلام بلاستيك ولا شعر؟ لا في، هو في نوعين حسب طبعا، بس احنا بنستخدم الشعر اكتر. تمام. بتبقى حاساها طبيعيه قوي حلوه. اكيد. طب اتفضلي. هنرسم العين طبعا اول حاجه. هنجمل العين. انت يا احلام مين اللي ساعدك في حياتك انك توصلي للمكانه دي، ومين اللي واقف جنبك وتحبي تشكريه قوي؟ اولا طبعا ربنا سبحانه وتعالى، اشكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى، واشكر امي جامد جدا ان هي وقفت. طبعا امي وقفت جنبينا كتير، واشكر جوزي طبعا ان جوزي برضو في نفس المجال. والله ممتاز. يعني تعرفته بقى في الشغل. ممتاز. برضو هو يعني وقف معايا وساعدني كتير. ده برضو احنا كنا بنتكلم النهارده زميلي عمر الجبيلي كان بيتكلم عن دور المرأة
واكيد المراه عشان يكون لها دور لازم يكون وراها راجل يسندها، وراها عيله، وراها طبعًا سند. طبعا طبعا. ما هو برضو هو اللي يعتبر خلاني وصلت، اللي يعني ما اتكلمش معايا. تفتكري لو ما كانش في مجالك كان ممكن ما يساندكيش ويقف جنبك لو في مجال مختلف؟ والله حسب بقى يعني كل واحد حسب. ما جربتش، لكن بس هو عموما اكمنه في المجال بتاعك فكان حاجة ممتازة بصراحة. بصراحة ربنا يوفقكم دايما يا رب يا رب. سنعمل حاجة رمضان، اشرحي لنا بقى يا احلام. احنا دلوقتي احنا طبعا ده احنا رأس السنة. رأس السنة بتبقى عايزة ايه يعني؟ جليتر شوية. بالظبط كده. اي عايزين نلمع بقى. بالظبط. احنا عايزين نلمع يعني نستقبل ان شاء الله سنة جديدة حلوة وكل عام وانتم بخير. مش شرط يعني عشان خاطر رأس السنة يبقى احنا نحط حاجة على احمر. لا احنا انا وانت لابسين احمر كفاية قوي. بالظبط. احنا لابسين احمر، مش لازم المدر ده احمر. الاحمر بتاع الكريسماس. انا من عشاق الجليتر قوي يا احلام، بحبه جدا. عايزه اقول لك بيخلي العين جميله جدا، وفي نفس الوقت بتخلي العين قويه شويه، وكمان بتيجي عند الروج بتخليه هادي بقى. بتهدي الروج جامد. ممتاز. احنا هو حطينا الجليتر. الجليتر طب يا احلام انا ازاي بقى استقبل راس السنه؟ يعني اعمل ايه روتين لبشرتي قبل ما اعمل الميك اب ده؟ يعني قبلها بيومين ثلاثه كده انا ممكن استعد ازاي لراس السنه؟ لازم نرطب البشره ونعمل لها ماسكات. تمام. إيه دلوقتي ترطيب بقى ترطيب. وممكن اعمل سكراب تقشير وكده. السكراب تقشير ونعمل ماسكات، اللي دلوقتي بقى اكتر حاجه دلوقتي بقت الماسكات الطبيعيه. بقت متاحه جدا في اي بيت مصري. رخيصه قوي ومش هتكلفنا اي حاجه. رخيصه من جدا. البيت. اي حاجه في البيت. طب انت يا احلام ايه الروتين اللي بتعمليه لبشرتك؟ انا الروتين اللي بعمله كده عايزين نعرف اسرارك. اسرار جمال الخبيره والله كله أحلام. كله حاجات طبيعيه. ايه هي بقى؟ يعني انا بحب جدا استخدم العسل على بشرتي. العسل جميل بيدخل في كل حاجه بصراحه. يعني انا بحب استخدم العسل جميل جدا في البشره. قولي لنا كده بس يعني حاجه صغيره كده نعملها قبل الميك اب ده بيومين، العسل مع ايه مثلا يطلعني وشي حلو قوي؟ كل واحد المنور. حسب كل واحد حسب بشرته. تمام. يعني ممكن تبقى في بشره دهنيه. ممكن البشره الجافه تختلف عن البشره ديت من البشره المناسب ليا. بالظبط كده. تمام. بالنسبه مثلا للبشره المختلطه ممكن نحط على العسل ايه؟ يعني في ناس بتعمل زبادي وعسل، في بيعملوا نشا وحاجات كتير كده، وفي قهوه. البشره المختلطه انا لازم احدد بالظبط انهي اتجاه للبشره الدهنيه. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي هي عندي يعني عندي هنا الجبهه هنا ممكن تكون دهنيه. تمام. ممكن عندي المناخير تبقى دهنيه، فلازم احدد بالظبط عشان اشوف هحط ايه بالظبط عليها. ان ما ينفعش احط حاجه تبقى للبشره الجافه، هتبوظ. بالظبط هتبوظ البشره. تمام. وطبعا ما ننساش ان شرب الميه مهم جدا، ده اساسي. احنا في الشتاء يا جماعه، وانا واحده من الناس للاسف ما بعرفش اشرب ميه. لا اساسي، احنا محتاجين نشرب ميه كتير قوي عشان تبقى صحتنا اولا. احنا في الصحه والجمال بقى، نحيي قناه الصحه والجمال ان هي بتساعدنا نكون صحتنا كويسه وجمالنا حلو ومقبول. هو اصلا انت لما تيجي تروحي عند دكتور الرجيم اول حاجه يقول لك ايه؟ المية. اول حاجه يقول لك اهم حاجه الميه عشان خاطر بشرتك. اول حاجه الميه اكيد. فهي الميه فعلا دي عامل اساسي جدا. ممكن. للبشره، بتخلي تدي نضاره للبشره. ايوه انا كده يعني ببقى صحيه من جوه، بعمل بشرتي حلو، بعدين بشوف بقى ايه الماسك اللي ينفعني من بره، انما لازم داخليا الاول. زي ما انا بهتم بالجمال الداخلي الاول وبعدين جمالي الخارجي. بالظبط كده. كلنا طبعا بيبقى نفسنا نطلع شكلنا حلو قوي في اي مناسبه، في اي خروجه. فبصراحه احلام ما فيش ميك اب عملته على اي عروسه او اي مناسبه ما كانش حلو، ما شاء الله عليها. ربنا يخليكي انت احلام. احنا دلوقتي حطينا ايه؟ كحل. احنا حطينا كحل. الله الرسمه حلوه قوي. انا بحب قوي عشان هي ايمانها انها واسعه. فانا حاولت اضيق من هنا العين. ايوه ممتاز. من تحت بحط الاي شادو، ما بكترش الاسود كتير.
بتخليه خفيف شويه. بحط بني، بني البني بيدي مساحه للعين جميله جدا، بيخليها حلوه احسن من الاسود. انا جربته معاكي بصراحه كان خطير، يعني بصي لما عملتي لي الميك اب البني كان كل الناس سالت مين اللي عامل لك الميك اب النهارده. فعجبني قوي بصراحه. انت عسل يا سمر، ربنا يخليكي يا قمر. بصي انا مبسوطه ان انت معانا، ومبسوطه ان انت هتكوني معايا بعد كده على طول بصراحه، مش هقدر استغنى عن الميك اب. ان شاء الله ان شاء الله. عايزين نعلم البنات تحط ميك اب لنفسها لوحدها. أي يعني بنات الموضوع الجامعه، الموضوع سهل جدا على فكره، يعني تبقى حاجات بسيطه قوي بس بتطلع اللوك حلو. قولي لنا بتحطي ايه يا احلام؟ انا هنا بحط هايلايتر، بفتح العين هايلايتر. تمام، بفتح العين هنا. انا بحب قوي الهايلايتر من جوه، فعلا بحسه بيعمل كده جاذبيه في العين. بيخلي العين شكلها جميل جدا. بعد كده هحط الرموش. تمام. هنا هحط احلام المسكرة. انت عندك بيوتي سنتر؟ اسمه ايه؟ اسمه احلام نيو باريس. احلام نيو باريس. انا بصراحه من معجبين بيوتي سنتر ده، كنت يعني من زمان بروح بس شفتك مؤخرا يا احلام، يعني كنت بتختفي شويه وتيجي شويه، ولا ده حظ انا؟ لا هو كان ممكن يبقى حظك ان انا أيوة. مش بختفي، انا بخش جوه مع العروسه. العروسه بقى ما بطلعش غير متاخر خالص. ايوه بس انا بقى جبتك من جوه لهنا. بالظبط، هو المجتمع عشان كل الناس تشوفك. عايزه اقول لك يعني الميك اب ده فعلا رقيق يعني قوي. لا يعني الميك اب الست فعلا من غير ميك اب. بصي هو انا اعرف ستات كتير ما بتحبش الميك اب دي، يعني انا بستغربها انا كسمر، بس الحقيقه ان ممكن تكون واحده حلوه من غير ميك اب، ممكن واحده الميك اب يحليها فعلا، ممكن يختلف يدي نضاره وشكل حلو، فهي الواحد على حسب يعني احتياجاتها. طب انت كل بشره بتبقى غير التانيه، وكل شكل وكل عين، انت ازاي بتعرفي ترسمي العين كده؟ مش ممكن يجي لك عين مختلفه عن عين ايمي مثلا؟ بتقدري تفرقي ازاي في الميك اب؟ يعني بتعملي ايه عشان تطلعيها حلو؟ بصي ما انا زي ما بقول لك انا اللي هو خبره، ببقى عارفه العين اللي هي يعني العين زي بتاعت ايمان دي ليها عظمه. ممكن تيجي لي عين مبطنه ما فيهاش جفن، دي بعرف اشتغل بيها برضو. فبفرق ما بين ديت وما بين ديت. بتبقي عارفه الرسمه من اول ما تشوفي عين العروسه. بالظبط كده، او عين بالظبط كده صح. يعني انا مثلا جيت النهارده اقول لها حطي لي ايلاينر، قالت لي لا، اشمعنى بقى؟ عشان رسمه العين دي مش محتاجه ايلاينر، انت عامله الميك اب ناعم جدا. ايوه لان بيبرز العين. فهو الميك اب ناعم فمش محتاجه ايلاينر. انا ايمان ما حطيتش ايلاينر. مش محتاجه ايلاينر. قريب برضو مني شويه. بتحطي الروج؟ بحط الروج. برضو حاطه لها حاجه ناعمه. بس ما اخترتيش احمر. لا ما اخترتش احمر. اختلفنا شويه عشان نبقى مش تقليديين. لا مش شرط عشان راس السنه يبقى انا احط احمر، ومش شرط كمان اللي احنا نمشي طبع الموضه. لا انت بتشوفي اللي مناسب لبشرتك واللي انت نفسك تعملي كده. بالظبط كده. احلام، ايه الجديد عندك في البيوتي سنتر؟ انا عرفت كده ان انت ان شاء الله ناويه تعملي حاجه جامده قوي وعجبتني بصراحه، ايه هو؟ كلمينا عنه. انا ناويه ان شاء الله العروسه تجيلي البسها من كل حاجه. ناويه تبقي ستايلس ان شاء الله، عرايس كله، بميك اب، بكل حاجه، كل حاجه الالف للياء ان شاء الله. على فكره الفكره عجبتني جدا. حابه العروسه تيجي كده، يعني ممكن تيجي عروسه جايبه فستان بس مش ذوقها، مش لايقه عليها، مش هيليق على الميك اب. لا انا حابه كله، حابه البسها بقى الفستان، هلبسها التاج، اعمل لها الميك اب، كل حاجه. بس دي حاجه حلوه جدا، وبتنجح الميك اب كمان. طبعا. لان انت خدتيها من الاول، يعني ايه اللي ليه على جسمها كفستان، بعدين ايه اللي ليه على وشها كميك اب، وكل حاجه بتطلعيها بقى في الاخر كده ان شاء الله. واعتقد كمان ان في عندكم تصوير، يعني ناويين ابهرتيني بالموضوع ده. ناويين نعمل موضوع تصوير كمان لاي عروسه. فعلا بدل ما العروسه تروح بره وتطلع من يعني الصبح بدري، يعني احنا كل حاجه في المكان، كل حاجه ان شاء الله هتيجي هتنقي مع احلام الفستان بتاعك، وتنقي الميك اب بتاعك، وكل حاجه تظبطيها تطلعي 100 100 ان شاء الله. تمام. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا. احلام كمان في حاجه حلوه قوي هتعملها لكل بنات مصر وكل البنات اللي بتشوفنا، فهو المجتمع حابه ان انت بقى تقوليها لنا وتصرحيها كده على الهواء. ناويه تعملي ايه يا احلام؟ انا ناويه ان شاء الله باذن الله اخلص بقيه المحل بتاعي. انا كده يعتبر خلصت كده خلاص، اللوك بتاعنا جاهز. خلاص اللوك جاهز، اللوك رقيق قوي.
بصي مضيق. ايه رايك يا امي حلو؟ مش شايفاه طبعا. بصي يعني حاجه تليق لسهره، ان راس السنه احنا بنحتفل نخرج. بعد الساعه 12 اكيد مش قبل 12. بالظبط كده، ما ينفعش اخرج بيه الصبح. لا لا الصبح، لا الصبح ما ينفعش. خلاص اختملنا الميك اب ده بقى يعني كده تمام، بتاعنا جاهز ومفيش اي مشكله. لا مفيش اي مشكله. تمام اوكي. في اي حاجه ناقصه فيه تاني ولا لا خلاص؟ لا لا خلاص كده. احنا النهارده قدمنا لكم ميك اب حلو جدا لراس السنه والاحتفالات الكريسماس، وتخرجوا كلكم تستمتعوا، بس طبعا خدوا احتياطاتكم عشان الكورونا. ربنا يعافينا ويعدينا على خير. وهنشوف صورتها قبل وبعد. امي معانا، ده قبل الميك اب وده بعد الميك اب. يا رب يكون عجبكم النهارده واستمتعتوا بينا وباحلامي. انا بشكرك جدا وبشكرك جدا يا امي بصراحه، جداً. نورتيني جدا. ربنا يخليكي. اتمنى دايما تكوني معانا وتعلمينا حاجات جديده وحلوه. ربنا يخليكي يا سمر بجد. وان شاء الله يعني اي بنوته بتحلم ان هي تكون عروسه، احلام هتقدم يعني لاي حد غير مقتدر خدمه كده مجانيه لوجه الله. انها تيجي عندها البيوتي سنتر تعمل كل حاجه مجانا. اتصلوا بينا وتواصلوا معانا وتواصلوا على الرقم بتاع احلام والبيوتي سنتر بتاعها نيو باريس، وادخلوا صفحه الفيسبوك. وكلنا بنشكركم، ويا رب اتمنى تكونوا استمتعتوا بينا، واشوفكم تاني في حلقات احلى واحلى في هو المجتمع. شكرا.